يلا يا شباب هذا سؤال وعطني جواب خليك خليك قد التحدي وجاوب واربح وطوف وعدي جاهزين يلا يا شباب هذا سؤال وعطني جواب خليك خليك قد التحدي جاوب واربح وطوف وعدي فايز ولا خسران معانا تبقى ربحان وما طلعك بس زعلان يعدها لكم سعد كنعان يجيب جوائز من كل مكان تدري تدري اكيد تدري تلعب معاكم شر الخضري جد 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 وبس والله حياكم الله مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم اللي دائما تنتظرونه بعد أذان المغرب طوال فترة شهر رمضان المبارك جد ولعب هذا مذيع جديد أول مرة أشوفه متقشف قاموا يدورون الرخص على العدالة الاي تي في نتميز بهدايانا وأسئلتنا اللي إن شاء الله منها يكون سهل والصعب محلول بإذن واحد أحد خلنا نطلع نشوف رعاتنا شنو قدموا لنا هدايا وشنو أسئلتنا لهذه الحلقة على هاشتاج جد أندرسكور ولعب في جميع وسائل التواصل الاجتماعي أحب أسمع وأقرأ مشاركاتكم وتعليقاتكم خلنا نشوف أول سؤال شنو بيكون ادعمني يلا يا جماعة شباب الله يسامحك لا مو كذي قصدي أنا أصلا بردح حكيني بالطفل تعالوا 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 مو غششت هي صرخت السؤال أماني يا خالي ليش ما جاوبتي أماني يا خالي شنو هاي شبيك تعال أحب أقول لك سؤال أنت بتشارك لا أنا لا بنشارك شو معنى أنت لا أنا محسن تعال 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 شارك تهديد تهديد شو تبي تسوي؟ تعال معاي وينك شب الظلمه ما لك شغل تعال السلام عليكم وعليكم السلام مساكم الله بالخير مساك الله بالخير تشاركون؟ شارك شارك بدنا نشتغل نعم؟ بدنا نشتغل يقوم رقص من ماسك سؤال يقول شو يقول؟ شو يقول؟ هذا اللي ما يحب الاضواء اللي ما يحب الاضواء يعني ما شاء الله لا عاد يلا عاد يلا يلا ترى بصقتوها سؤال يقول شنو اسم الورق اللي كانوا يستخدمونه الفراعنه؟ انا اعرف البردي صح؟ بسم الله تبارك الرحمن زين قول خل افكر لا لا عارفه شلون تعرفه؟ عارفه شلون تعرفه؟ عارف المعلومات صح علمي ولا ادبي؟ ادبي ايه انت بتذاكر من ورانا ولا ايه؟ ادبي لازم تاريخ اي اي كم عمرك؟ كم تعطيني؟ 19 لا 20 20 ما بعد عمر كله ان شاء الله اي الله يسلمك حلو اخوان لا لا توام صدق عاد ولد خالتي لا لا ولد خالتي انتوا سالفتكم ما تقولون لي سالفتكم وهل الغاز اللي تحكي فيها انتوا حلو فاز فاز فزت والله فاز مبروك والله العظيم مبروك فاز. طياب المرشود ربحتوا ويانا هذا العطر عليك بالعافيه طبعا الغني على التعريف للحين وايد اه اي ها هذا اللي ما كان يبي يشارك لاحظت ما كان يشارك عشان موهقك عشان قال لك تخيل انا عرفت اجابه كان حقت عليك كان ما فوزته شنو هذا؟ هذا اشتراك شهر مجاني مقدم من دبليو لكشري جيم النسائي الموجود بسلي الجهره رقمهم 50-21-40-80 عليكم بالعافيه قد شكرا الاهل شكرا شكرا من افخم انواع النوادي النسائيه في الشرق الاوسط عندنا هذا الكوبون مقدم من غورميه او اهليه غورميه لاجود انواع المكسرات والقهوه والبهارات والحلويات موجودين بسواق الجرين رقمهم 66-99-94-13 عليكم بالعافيه شكرا عندنا هذا الكوبون مقدم من والله ضبطوك ها والله ما قصروا طالع فيها يعني ضبطوك يعني هو ما راح ياخذ شيء لا لا انا رفيجي ما يصير اقصر وياه الحين رفيجك ولا ولد خالتك ولد خالتي بس انا وياه ربع ولك هاي شنو تسبيحتك كاتلتني فارس مود بيوتي سنتر للتجميل يقدمون لك هذا الكوبون رقمهم 66-20-20-40 او 5-1-2-8-11 موجودين بالسالميه شارع حمد مبارك صالون نسائي عليكم بالعافيه هذا العسل مقدم من عسل 3 بيز للعسل الطبيعي ذو الخواص المناعيه والعلاجيه رقمهم 9156 عليكم بالعافيه هذا حقي نحله نحله
هذا العطر مقدم من الدكتور طارق العلي، قدم لك هذا الكادو عطر رويالتي مقدم من براند طارق العلي، رقمهم 9924116 او طارق العلي دوت براند. وكل عام وانت بخير. شكرا وحمود على العطر، عليك بالعافيه. وعندنا كذلك من هيربل سبا الغني عن التعريف، طق باب اي فع فيهم تقدم لنا الكوبون وتستمتع بجلسه الراحه والاسترخاء. شكرا، عليكم بالعافيه. شكرا. كذلك هذا الكوبون مقدم من ابتايت ريستورانت، دعوه لعشاء ايطالي فاخر مكان بالمهبول على طريق الساحل مجمع الوف رسيف، رقمه 5562878، عليك بالعافيه. شكرا. عندنا هذا الكوبون مقدم من ابتسامه كلينك لطب الاسنان، في تنظيف للثه وتلميع اسنان زال الجير وبقيمه 100 دينار، رقمهم 9546-42 صباح السالم أو 9422-237 سالمية. مشكورة. عندنا من أطياب السعيدة الغني عن التعريف كذلك يقدمون لك هذا العطر من أجود أنواع العطور عندهم، 5519-22-84 رقم تليفون، عليكم العافية. عندنا هذا الكوبون مقدم من استراحة الخزامة، حجز لمدة يوم أو إنستغرامهم خزام دوت واحد، عليكم العافية، رقمهم 96-3957. شكرا. وهذه كانت هدايانا. شكرا. عليكم بألف ألف عافية. الله يعافيك. شنو اسم الورق اللي كان يستخدم أيام الفراعنة؟ البردي. البردي. شو اسمه؟ البردي. والبردة البردي. البردي. إي. صح إيه. صح. صح. ما يصير صاحبكم صح صح. صح صح. صبح صبح. إي. مع سامة. مع السلامة. شكرا. الله يعافيك. كان هذا السؤال. خلنا نطلع نشوف السؤال الثاني. نشوف. السؤال نوعا ما علمي جيولوجي، خلينا نقول، خلينا نشوف المشاركة. نسام عليكم، عساك الله بالخير. بالخير. عساك على القوة. الله يسلمك. شارك معي ان شاء الله باذن الله. حاضر. طيب شلون يقلب عيونه حول؟ السؤال يقول شنو أكثر أنواع المعادن انتشاراً على قشرة الأرض؟ أكثر المعادن طبعاً هو أعتقد أن النحاس والذهب. لا هذا ولا هذا. ها. لا. بعد في ما أعطيتني خيارات. ما في اختيارات. ها. لحظة. فيكم فقر حلي، فيكم غاز ما يطيره، ليش ما يطيره الفقر هذا؟ كثر صالك بالباركية. إيه والله وايد يتمشي شيء قاعد وهذا. نقول الحديد يعني؟ خلاص اخش اسمها. يلا فيصل فيصل حياك الله. كم امم بعينك. امشي. اشوف المشارك اللي هني، مساك الله بالخير. عساك على القوة. شارك وياي؟ اي نعم. وياك صاحبك؟ اي نعم. تعال تعال لا تخلي بروحه. انا بعرف السالفة هذه هدك وامشي. ليش؟ هذا اللي بيجيب الطرايد والغنايم. السلام عليكم. عليكم السلام. شاركون؟ اي نعم. نشارك. حلو. شنو أكثر المعادن انتشاراً على قشرة الأرض؟ اختيارات؟ ما لا لازم اختيار. ما ذهب؟ لا بعد محاولة. معادن؟ طيب شنو أنواع المعادن؟ وايد معادن. جدول الكيميائي كله ما تعرف أحد فيه من العائلة الكريمة. معادن صلبة؟ هو موجود على القشرة. شنو اسمه؟ أعرف ولا ما أعرف؟ لا ما أعرف. شكرا عساك على القوة، يعطيك العافية. يلا قوموا انتوا الاثنين برا الشركة مفصولين ومطرودين. ليش؟ يلا ليش تطول؟ حسن سلوكم زفت. ليش تطول يا سعد؟ ليش تطول؟ يلا امشي. يلا 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 يلا, 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 يلا برا. يلا خلينا نشوف المشاركات اللي ويانا اللي ممكن يعرفون الاسم. للأمانة الاسم أول مرة يمر علي. السلام عليكم. تعال شاركوا شاركوا شاركوا. حياكم حياكم. شاركوا شاركوا. يا كرهك انتي. ليه؟ ويا لعنك ودي اذبحك. هلا عمي شلونك؟ عساك طيب؟ شو اخبارك؟ حياك 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 حياك. جد لعب؟ ايه حياك شلونك؟ شو اخبارك؟ الله يسلمك. شو مسوي؟ فضل ونعمه الحمد لله. صورت اعمالك خلصت؟ لا والله بعد الحين. بعد رمضان نازل شيء؟ باذن الله ان شاء الله في اعمال تراثيه واعمال دراما وكوميدي. كوميدي. تلوني انا دي انتين وحدي. حلو. مسرح؟ مسرح ان شاء الله ويا الاستاذ طارق. حلو. حق العيد ان شاء الله. حلو ان شاء الله باذن واحد احد. اول الله. زي ما تقول لنا اسم المسرحيه معلومات من وياكم.
ويانا مجموعه حلوه طيبه من الابطال بس لا لا هذا هني ما علم لان ما تدرين ايه يزعل بعدين ابو حمود مو كان معني يزعل لان ما دام في عقد ايه؟ لازم الواحد التزم بالعقد التزم بالعقد عدل عليك هنا. شوف علاقتنا بالفن ايش علاقه يدتي باللهجه الاسبانيه علاقتي انا بالنسفي السؤال يقول شنو اكثر المعادن انتشارا على القشره الارضيه شو اسمه المعادن غيره ما في ما اقدر اعلمك لا لا ما في غيره قلت سؤال ما في غيره ما نبيك تعلمينه بس ما في سؤال ثاني اي ما في عمي بطل رخامه يعني انا رخم ايوه رخم السلام عليكم تشاركين وياي مسابقه حياك الله شلونك عساش طيبه طيب حالك تشاركين وياي يلا حلوين السؤال يقول شنو أكثر المعادن انتشاراً على القشرة الأرضية؟ القشرة الحديد لا لا ذهب لا هذا لا تحت أرجوش أمه أرجوش ألمنيوم خلاص خسرت هو نوع من أنواع الأملاح صوديوم لا كالسيوم يعطيك العافية بس حبيت الجدول الكيميائي كله حافظته عافية عليك خلينا نطلع نشوف المشاركات الجاية تشود تشود يعرفون الإجابة كت 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 تفكر طالع أول مرة أشوف مرة لابسة كلبشات ذهب مالك السلام عليكم يعطيك العافية عاد تشارك وياي ليش اللوك نار حسافة حسافة لوك تقوي صف النية لا تشكف على وجهك الضايق لما أحد يقولي لا شي يحسوني إن أنا بعبع أنا الأسد أنا الأسد كل يوم بتزيد وبعد بتزيد إذا بنسكت عليها إذا قاعدة تصورين سيلفي طالعيني كذي ليش والله إن قلتي شيء أشك حدث ماني قايلة شيء لو سمحتي لما صورتي السيلفي والسناب شنو كنتي تحسين فيه لما طالعتيني كذي شنو اما قلت لامك اخليها تعذبك وتفكنا منك انت السلام عليكم السلام مساك الله بالخير سيدي بالنور حياك الله اسمك بالخير سمير الكلثمي والنعم ونعم فيك بلوجر لا ما هو ذاك الزود خاص ماسك بيني وبين وبيني وبين اخوياي واهلي وربي ما تبي ننشر سنابك ايش دعوه هذا ايوه عادي برمضان راح يطلع ايه بس شنو سنابك وجاء الله من اشكاله عشان نحذر بلدنا من الاشكال هذه ونخلي بلدنا احسن بلد في العالم من وين من السعوديه هلا ومرحبا من وين السعوديه من مصر هلو من النماص الجنوب. اول مره احد يقول لي من النماص اي الجنوبيين شوي عندنا ما ايش سالفتكم لا لا ابدا نجي ليش لا احنا نتعب ونسافر عشان نمسك واحد زي هذا ونسلمه لكم تبهدلونا البهدله هذه السؤال يقول إيه؟ شنو اكثر انواع المعادن انتشارا على القشره الارضيه اكثر انواع المعادن الحين على اساس انك انت تقولها بصوت عالي لا لا وش وجهه امسحها لا لا انه فكر فيه بصمت اكثر المعادن انتشارا ايه كثير في نحاس الزنك لا عطني إجابة أنت إحنا مو قاعد نسمع الجدول الكيميائي أكثر المعادن انتشارا إيه وين مو داخل الأرض إيه خارج الأرض على القشرة في خيارات ما في خيار هلقي أنت إنزين بالسؤال هو صح نبهني إيه؟ أنت مصيف ولابس بشت ما فهمت شفيك لا تهجين ها انت يعني حران كنت استبرت شاريها من الكويت ايه؟ وابيك شخ فيها الكويت اذا ومصيف شلون اي هو كان حر العصر حر ارجع مره ثانيه غير اي هم صح هم عدل يا لاحظت انتوا جونا بالنسبه لكم حار ما شاء الله ما شاء الله ما تقول لي الحين وش اللي مشقق ثيابك شكرا على المشاركه يعطيك العافيه السلامه ما قلنا لك ما نبي مشاكل انت تفهم انت ولا ما تفهم شاركون حياكم إيه ابي اشارك يا اختي صب الله البنات إيه ابي اشارك مساك الله بالخير عساك على القوه تعال 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 شو اسمك علي ما له خلق تبي ابيض وقبيل يا انت انت شو اسمك ايه انت شو اسمك فاطمه عشت لسامي فاطمه تشاركي وياي ان شاء الله حلو السؤال يقول شنو أكثر أنواع المعادن انتشاراً على القشرة الأرضية؟ معادن؟ أملاح إيه أملاح شنو؟
املاح الفلسيار فلسبار 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 فلسبار. إجابة صحيحة. إجابة صحيحة أخيرا أخيرا أحد جاوبها صح. يا ولد والله اخطفها والله قسم. أطياب المرشود يقدموا لك، تعالي فطومة يم هني، تعالي هالصوب، تعالي هني، أيوة يقدموا لك أطياب المرشود هذه الهدية وعليك بالعافية. طبعا الغني عن التعريف وأفرعه منتشرة في كل مكان. دبليو لكشري جيم، اشتراك شهر مجاني مقدم من نادي دبليو لكشري جيم النسائي، موجود في سلي الجهرة، رقمهم 50-2-41-80. عليك بالعافية. عندنا كذلك هذا الكوبون مقدم من المستشفى الدولي، يقدمون لك هذه الخدمة، رقمهم 1-8-1-7-1. عليك بالعافية. أما نظارات العسل يقدمون لك هذه النظارات، مكانهم بالفروانية أخيطان، رقمهم 2-4-7-4-0-8-2. عفية على فطومة، تعالي أوقفي قدامي، إنزين قدامي طالع الكاميرا. عندنا كذلك هذا الكوبون مقدم من عيادة الميدان، تبييض أسنان باستخدام تقنية زوم بقيمة 110 دنانير، رقمهم 1-8-3-2-2. عليك بالعافية. وعندنا كذلك هذه الهدية العينية من طيف الإمارات، يقدمون لك هذا العطر، عليك بألف عافية، فرعهم الوحيد موجود في ذا جيت مول فوق. وعندنا كذلك هذا الكوبون مقدم من أباتايت ريستورنت، موجود في المهبولة على طريق الساحل مجمع الوفرسيف، رقمهم 5-5-6-2-8-8. دعوة على عشاء إيطالي فاخر. عندنا كذلك هذا الكوبون مقدم من أهلية جورميه، أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات والحلويات موجودين بسواق القرين، رقمهم 6-6-9-2-4-13. عايش بالعافية. عندنا كذلك هذا الكوبون مقدم من شركة فليكس لغسيل وتلميع السيارات، نحن ننظف بقوة، رقمهم 90-90-16-13، غسيل سيارة مع باقة الغسيل المميزة. وعندنا هذا العسل من 3 بيز للعسل الطبيعي ذو الخواص المناعية والعلاجية، رقمهم 9156. عليك بالعافية. وعندنا من هيربل سبا، حيث الراحة والاستجمام والاسترخاء، يقدمون لك هذه الجلسة مجانية، أي فرع تروحينه طقين الباب تعطين كوبون وتستمتعين بالجلسة. الله يعافيك. عندنا هذا الكادو مقدم من NG جولاريز، رقمهم 5-6-5-7-8-3 NG_Jewelries 2022 للمجوهرات. عليك بالعافية. أما هذا الكوبون مقدم من هيربل هوم بيت الأعشاب، مكانهم في العقيلة، الليوان مول، رقمهم 50-5-8-2-8-2، قسيمة شرائية. عليك بالعافية. أما هذا الكوبون مقدم من باريس مود بيوتي سنتر، موجودين بالسلمية حمد المبارك، جلستين خلطات طبيعية، رقمهم 6-20-20-40-5-5-1-2-8-11. عليك بالعافية. أما شركة ديفند للتنميع ووقاية السيارات تقدم لكم كوبون بقيمة 50 دينار، مكانهم بالري خلف مجمع الأفينيوز، رقمهم 4-6-8-4-50-4. وأمل الكويت كذلك الغني عن التعريف، الحائز على رضا جميع زباينه من ناحية العود والبخور والأطياب، يقدمون لك كذلك هذه الهدية. أما من مطعم هلجون شيف سعد يقدم لك هذا الاشتراك المجاني للوجبات الغذائية، رقمهم 6-2-7-6-2-5-6-8. من بتول فاشن سنتر للبشوت والعبي النسائية يقدمون لك هذه القطع المميزة، رقمهم 6-6-1-1-0-20-7. وعليك بألف ألف ألف عافية. مشكورة حبيبتي، ما قصرتوا حبيبتي. حياك الله حبيبتي. شكرا فطومة. ثانك يو. ويلكم. مع السلامة. باي. عفوا حبيبتي عفوا.